يعلن مستشفى كينغز كوليدج في دبي عن افتتاح مركز التعافي السريع لجراحة زراعة المفاصل بقيادة الدكتور مثنى سرطاوي الرائد في عمليات التدخل البسيط. تساعد تقنية الدكتور سرطاوي المبتكرة المريض على رجوعه لحياته الطبيعية والقدرة على الصلاة بعد فترة وجيزة. هذه التقنية المبتكرة والصادرة من مكتب براءات الاختراع الأمريكي تحافظ على العضلات والأوتار المحيطة بالركبة وتمكن المريض من المشي باستقلالية تامة والخروج من المستشفى بعد ساعات قليلة من العملية. في ظل جائحة كوفيد-19 تنصح المنظمات الصحية العالمية بعمليات اليوم الواحد، ومركز جراحة المفاصل في مستشفى كينغز هو الأول في منطقة الشرق الأوسط والحصري في عمليات استبدال المفاصل كجراحة اليوم الواحد.